صحيح، هو أنا لن أطيل كثيرا، لا أريد أن أكون يعني أنانيا في حوارك، وسأنتقل. يسعدني أن أقدم فريق المكتبة واحدا واحدا، ولكن سأقدم أصغرهم لكي يذهب لينام بعد ذلك. لذلك سيكون معك البطل شاهين صديقنا، وواحد من طبعا أركان برنامج المكتبة. شاهين معنا، لكنه الصورة يبدو أنها فيها بعض المشاكل. إذا الشاهين طائر يحلق من الأعالي، هو اسمه نعم، طائر شاهين، فيبدو أنه قادم وسيصل إن شاء الله. يبدو أنه قادم في الظلام هناك. وصل. أتى نعم. شاهين. شاهين، الصوت مقطوع ننتظر عنده. سؤالك شاهين. هناك أعتقد أن الإنترنت الصوت يبدو أن عنده. ثقيل. نعم. شاهين، شاهين أهلا وسهلا. شاهين، تفضل بسؤالك لجون دوست. أسمعك شاهين، تفضل. يبدو أن إيقاع الإنترنت ثقيل قليلا، لا أسمع الساعة شاهين، نحاول أن تفضل. تحية شاهين، صوتك الآخر. واضح، لذلك نعاود الاتصال بك. يمكن أن نكتب السؤال إذا أردت، لكن الصوت غير واضح. شاهين، إذا يمكنك أن تنقل، تعيد الاتصال، ولكن في الأثناء سننتقل إلى إسمهان شعبوني. مرحبا بك. افتح ال أهلا وسهلا إسمهان. أهلا وسهلا، مرحبا كمال، مرحبا جان، مرحبا مساء بك في الخير، المكتبة. مرحبا. أنا سوف أردت أن أسألك سؤالا عن الحرب، لكن ربما ليس بالمعنى التقليدي للحرب، لأنك كتبت طبعا كوباني وممر آمن، تحدثت كثيرا عن الحرب طبعا في رواياتك، لكنني كنت قد قرأت رواية ميرنامة أيضا، وأعجبتني كثيرا لأنني اكتشفت فيها الشاعر أحمد خاني الذي لم أكن أعرفه من قبل، يعني عرفته بفضل روايته، وهو شاعر وعالم صوفي أيضا، وهو يقول في إحدى صفحات لشخصية رجب: الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، عد إلى نفسك يا رجب، عد إلى نفسك وجاهد جيوش الحقد وجنود الفتنة، حارب عساكر الحسن، فالغازي هو الذي يغلب نفسه وينتصر عليها. ليست هذه هي البطولة يا رجب، البطولة أن تنتصر في جهادك الداخلي مع النفس. سؤالي هو، أعرف أنك تحدد كثيرا هذه الشخصية التاريخية، فهل تؤمن فعلا بما يقوله وأنت قد عايشت حتى عن بعد، يعني فاجعة كوباني؟ هل تؤمن فعلا بأن الحرب الحقيقية هي الحرب على النفس؟ أم الحرب الحقيقية والمؤلمة فعلا هي الحرب التي نعرفها حرب السلاح؟ نعم، شكرا أسمهان على هذا السؤال الحصيف الذكي. طبعا الحرب مع النفس أو ضد النفس هي الحرب الأساسية، فلو انتصر الإنسان على نفسه لما حدثت حروب أخرى، لما حدثت حروب وجبهات استعمل فيها القتال واستخدم فيها السلاح الفتاك. فالإنسان الشرير الجشع الذي لا ينتصر على جشعه، ولا ينتصر على حب التملك، ولا ينتصر على شعور الكراهية تجاه الآخر، يمارس الحروب. يعني لو فعلا جهاد النفس، وهذا حديث ربما يعود إلى حديث نبوي أو شيء من هذا القبيل في الموروث الديني، عدنا من الجهاد الأكبر أو عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأصغر كان الجهاد على الجبهة أو القتال على الجبهات،
أما الجهاد الأكبر فهو تربية النفس. فلو أننا عانينا بأنفسنا واعتنينا بأنفسنا وربيناها تربية صالحة، تربية مستقيمة، تربية قائمة على العدل والإنصاف وكراهية الظلم وليس كراهية الآخرين، لما حدثت حروب. أنا مقتنع بهذا الكلام، طبعا أنا مقتنع وأنا أميل إلى المتصوفة بشكل عام، المتصوفة بغض النظر عن أنهم خاضعون إلى تيار ديني، فهم ناس انتصروا للإنسان، انتصروا للحق، انتصروا للعدل، قاوموا الظلم، قاوموا الظالم بكل ما أوتوا من قوة، بكل ما أوتوا من بيان، وكتبوا ضد هذا الشيء. ومثالهم الحلاج، طبعا الحلاج لم يقتل لأنه كفر، بل قتل لأنه دعا إلى العدل. وهذا واضح من خلال كلام أبو العلاء المعري عنه عندما يقول: كان الحلاج يروم إقلاب الدول. يروم إقلاب الدول يعني يدعو إلى إسقاط النظام كما بالمصطلح المعاصر. إذا الحلاج كان يدعو إلى إسقاط النظام وقتل لأجل ذلك، لم يقتل لأنه قال أنا الحق وأنا الله إلى آخره. هذه مسائل أخرى. فأنا مقتنع، يعني ردا على سؤالك الجميل كما قلت، أنا مقتنع جدا بما أقول. جميل جدا، هذه اسمهان وهذا سؤالها الأول، ونواصل مع فريق المكتبة. أريد أن أحيي كل من يتابعنا على طبعا صفحة الفيسبوك على برنامج المكتبة، والكثير الكثير من يتابعوننا من الأصدقاء إن كانوا من المبدعين أو من القراء المتابعين لجون دوست، يحيوك والآن يستمتعون بهذا اللقاء. طبعا أنت قلت في الكواليس على ألا تكون 3 ساعات مثل وسيني الأعرج، يبدو أنها ستكون 12 ساعة. النهار كله، اليوم كله، دائما أنا معكم، لكن أنا أتعب أحيانا. نعم نعم، جميل. إذا نتابع اللقاء مع جون دوست، نحاول من جديد محاولة أخرى مع طبعا مع شاهين، هو موجود معنا متى أراد، لكنه في الأثناء سننتقل إلى هيثم عويشي. مرحبا هيثم. أهلا وسهلا كمال، مرحبا بك، مرحبا بضيفنا العزيز والحبيب جون دوست. نرى ورحب أيضا بباقي أعضاء الفريق، فريق المكتبة، وتحية لجميع المتابعين والمشاهدين. في الحقيقة كمال وصديقنا جون دوست، نحن نعرف أن سنة 2020 كانت سنة ربما لا يحبذها الكثير، يعني سنة كلها مشاكل صحية ومشاكل اقتصادية وسياسية، لكن بالنسبة لي كانت ربما، لو سألتني ماذا كان أحسن شيء لك في سنة 2020، سأقول لك كمال أن أحسن شيء هو اكتشاف شخصية الكاتب جون دوست. بالنسبة لي جون دوست هو أحسن اكتشاف في سنة 2020 صراحة، يعني اكتشفته في الموسم الأول لبرنامج المكتبة، وحرصت على قراءة كتبه والبحث فيها. ننتقل إلى سؤالي. بتم تميمها. قرأت كوباني بتم تميمها، وجعلتني جعلتني أبحث عن باقي أعمال جون دوست كلها، وحاليا نعم تقريبا قرأت أغلبها، لكن مش كل، بإذن الله نكملهم إن شاء الله. صديقنا جون دوست، أنت تكتب عن الحرب خاصة في بعض الروايات التي قرأتها أنا، وكانت حاضرة بقوة في أعمالك. نتحدث مثلا عن كوباني، الفاجعة والربع، تلك الرواية التي بحثت فيها عن الوطن. أتحدث عن باس أخضر، تلك الرواية التي بحثت فيها عن الطريق، مسلك اللاوصول، ولا لا، هذيك ممر آمن، ممر آمن، ممر آمن، ممر آمن، مسلك اللاوصول ولا عودة التي بحثت فيها عن الطريق. ورواية باس أخضر كانت رواية البحث عن الإجداء والهروب، أو رواية النزوح. أيضا في هذه الروايات كان الموت حاضرا، كانت الحرب حاضرة بقوة، لكنك عدت برواية أخرى بعدها، هي رواية مخطوط بطرسبول، ووجدناك
في رحلة بحث من نوع آخر، تبحث ربما عن هوية، تبحث عن الأصول الكردية، تبحث عن شيء يثبت انتماءك. السؤال: الحرب الحقيقية التي يخاف منها جون دوست، هل هي الحرب التقليدية، حرب السلاح، حرب الطائرات، حرب الدماء، حرب الإبادة، أم تلك الحرب التي ربما تتسبب في اندثار الهوية، أو حرب الإبادة الهوياتية، أو حرب طمس الهوية الكردية وضياعها؟ شكرا صديقي نعم. هيثم عويشي على هذا السؤال. طبعا سؤال جميل أيضا كسؤال، عفوا اسمهان. بالنسبة للحروب، تاريخ الإنسان هو تاريخ حروب. الإنسان لم يختلف منذ وجوده على هذه الأرض ومنذ العصور البدائية، يعني هو يحارب، مجموعات تتحارب من أجل الأملاك، من أجل السيطرة على هذه البقعة، على تلك، على المراعي إلى آخره. لكن ما لفت نظري من خلال قراءتي للتاريخ أن هذه الحروب اتخذت طابعا هوياتيا كما تفضلت، يعني الحروب الدينية والحروب القومية، يعني الإنسان يتحارب بغض النظر عن أنه عربي ضد كردي أو إسرائيلي أو يهودي ضد عربي، بغض النظر عن هذه الأمور، الإنسان طبيعته القتال، هو يقاتل كمجموعة حيوانية، أقول كمجموعة حيوانية من الثدييات العليا كما يقول علم الطبيعة، يضطر إلى أن يحارب المجموعة الأخرى ليستحوذ على ممتلكاته، أو ليستحوذ على الأرض، يستحوذ على الثمار، على إلى آخره. ما لفت نظري كما قلت أن هذه الحروب قومنها الإنسان، جعل لها مبررات قومية، مبررات دينية. هذا هو السيء في الموضوع، وهذا هو الكارثي في الموضوع. نحن نستطيع أن نتعايش بسلام على هذا الكوكب الصغير، الكوكب الوحيد الذي يعيش فيه البشر وباقي الكائنات، لكن لماذا نعطي لأنفسنا المبرر لنقتل الآخر لأنه يختلف عني؟ طبعا أنا لم أكتب في الحرب فقط في هذه الروايات الأخيرة، في 4 روايات التي تتحدث عن الحرب في سوريا. أنا الحرب يعني هاجس لي، الحرب بين البشر. كتبت في أول رواية لي مهابات عن الحرب العالمية الثانية وعن الحروب بين الأكراد وخصومهم، كتبت في ميرناما عن الحروب العثمانية والأوروبية، وكتبت في مارتين السعيد عن حرب 30 عام في أوروبا، وكتبت وكتبت. دائما أنا مهتم بهذه الحروب، وأقول لماذا نزعة الشر عند الإنسان وصلت إلى هذه المرحلة التي تسمح له بإبادة الآخر المختلف عنه. هذا هو السؤال المهم الذي يؤرقني، وأبحث في رواياتي عن إجابة له. ألا نستطيع أن نتعايش بدون حروب؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي أود أن أطرحه على القراء وعلى نفسي وعلى الآخرين. جميل جميل جون. نتوجه إلى العنصر الأخطر في برنامج سنتوجه إليه المحاضرة. كثيرا وربما لن نصل إليه. لا، العنصر الأخطر هو ابتسام أنا الوسيدي. فكرت شاهين لأن رأيت لا، اسمه على الشاشة. نعم، ابتسام الوسلاتي، مرحبا بك، معك جون دوست، ماذا ستسألينه؟ أهلا وسهلا كمال، مرحبا بك ومرحبا بفريق المكتبة وبكل المتابعين في كل أنحاء العالم. جان دوست، مرحبا بك بيننا في المكتبة. لنهزم الموت ونقاوم الخراب، لننتصر للتسامح والتعايش والسلام. وأنت الذي تقول: الله محبة، ولا يمكن للكراهية أن تصبح رسول المحبة. الله سلام، ولا يمكن للدم أن يحمل رسالة السلام. لقد اخترت الكتابة لتهزم الموت، ونحن اخترنا القراءة لنهزم الموت أيضا، لأن المدينة التي لا يقرأ أهلها الكتب يصبح فيها الذباب أئمة، على حد عبارتك.
نعم أهلا وسهلا بك جون داست. أهلا ابتسام، تحدث. أهلا أهلا بك شكرا وشكرا على هذه المقدمة الجميلة. نعم شكرا، تليق بك. في الحقيقة جون داست، تحدثت كثيرا في روايتك عن الحرب وعن الموت، وسمعنا صرختك وأنت تقول: يا الله، الحرب بشعة جدا، ولا يعرف بشاعتها وطعمها إلا من الكريه، إلا من تذوقها. كنت وفيا لمعاناة أولئك الذين اكتووا بنار الحرب. تحدثت عن العائلات الكردية التي فرقت الحرب شملها، وتحدثت عن الطفولة بعدستك، وكنت وفيا تلك الطفولة التي دمرت الحرب نفسيتها. ونتذكر هنا بطلك الصغير في رواية ممر آمن. إلى أي مدى جون داست تعتبر أن الكتابة تشكل انتصارا للمهمشين وللمقسيين الذين عانوا من ويلات الحرب ولكن سقطوا سهوا أو عمدا من ذاكرة التاريخ؟ وهل يمكن للرواية أن تكون سبيلا لإعادة الإعمار والبناء لتجاوز ما خلفته الحرب من دمار؟ شكرا ابتسام، سؤال جميل وذكي. طبعا الكتابة، يعني المراهنة على الكتابة مراهنة قديمة. هناك من يريد من الروائي ومن يريد من الشاعر أن يحل مشاكل العصر، هذا غير وارد. طبعا الروائي أو الشاعر أو الكاتب بشكل عام، يعني هذا التشبيه الكلاسيكي، هو مرآة يعكس ما يجري، ينقل إلى الأجيال القادمة وإلى الجيل المعاصر ما يجري، ما جرى وما يجري. ربما هناك ناس لا يجدون أو لا يشاهدون الحقيقة على بشكلها الصحيح، فيعمد الكاتب إلى نقل هذه الحقيقة إلى الآخرين. وأنا أفعل هذا الشيء. هناك حقائق مغيبة، هناك حقائق يراد لها أن تطمس، وأنا أتمنى أو أسعى إلى أن تكون هذه، أو أن تصبح هذه الحقائق مرئية للجميع وغير مخفية وغير محجوبة عن الجمهور. طبعا الرواية والكتابة لا تستطيع، كما أسلفنا يعني في عدة مرات قلت، أن الكتابة أو الرواية لا تستطيع أن تعالج، والروائي ليس رجل إطفاء يطفئ الحروب، وليس رجل إسعاف يداوي الجرحى، إنما ينقل معاناة هذا الجريح ويحذر من تكرارها. يقول: انظروا كم هي الحرب بشعة، كم هي تفرق بين العائلات، كم هي تيتم وترمل وتسبب مشاكل عميقة في المجتمع. احذروا الحروب، ابتعدوا عن الحروب، ابتعدوا عن تجار الحروب، حاربوا تجار الحروب. هذا هو ما يفعله الروائي، ما يستطيع الروائي أو الكاتب أن يفعله. وهذا ما يعني أتمنى أن أكون قد فعلته في رواياتي، خاصة تلك المتعلقة بالحرب في سوريا. نعم جون دوست، يعني صديقتنا ابتسام، أنا لفت انتباهي تعليق ابتسام القشوري وهي مطلعة على تجربتك، نعم، يعني تقول أنه جون دوست لا يكتب عن الحرب إنما يكتب عن الحب، فهذا فيه ما فيه من الحقيقة. ولكن أيضا جون دوست، أنت حتى في يومياتك، يمكن أن تجيبنا بعد ذلك، حتى في اليوميات الأخيرة التي كتبتها كابوس، يعني الذي تحدثت فيه عن تجربتك في كورونا. الحجر الصحي وفي زمن الكورونا، هذه اليوميات فيها مقطع شدني كثيرا. يعني أنت عندما كانت المروحيات نعم تتحرك وتحلق فوق منزلك وفي المنطقة التي تسكن فيها، وهي مروحيات يعني لإنقاذ ربما التدخل الصحي نعم لبعض الذين أصيبوا،
فأحالتك مباشرة على الحرب وعلى تلك طبعا القصص، قصص الحرب في سوريا، وكيف كانت العائلات يعني تحاول أن تحمي أبنائها من ذلك الصوت المرعب للطائرات عندما قبل أن تقصفهم. يعني كل شيء يذكرك بالحرب. صحيح أنك في رواياتك تتحدث عن الحب وتريد أن تنشر السلام، ولكن أنت في النهاية تنقل لنا فظائع تلك الحروب ولو كان غير مباشر، لأنك لست مراسلا حربيا أنت في صحيح الكتابة الروائية. نعم صحيح صحيح. أنا عايشت الحرب، أنا خضت الحرب في لبنان في بيروت. ربما لا يعرف كثيرون أنني كنت جنديا وخضت الحرب في عام 1991 في بيروت. رأيت الحرب، رأيت القتلى، رأيت الدماء، رأيت الناس يموتون يسقطون. صحيح. رأيت ضحايا الحرب. أنا هذا الشيء أثر علي كثيرا، وحتى بعد أن تسرحت من الجيش وعدت إلى البيت على مائدة الإفطار كان مدفع الإفطار يضرب، وكنت أرتجف وأهرب. والدي كان يضحك ويقول ماذا جرى لك، ما الموضوع؟ كنت أتصور أن هناك مدفعية تضرب وليس هو مدفع الإفطار. نفس الموضوع في طائرة الهليكوبتر التي شاهدناها فوق بنايتنا. قل ابنتي خافت، طبعا خافت وهي لم تشاهد الحرب، وأنا خفت أيضا. صوت هليكوبتر فوق البناية مباشرة هذا يذكرني بالحرب وبالقصف وبالناس الذين عاشوا في سوريا. أعرف كم عانوا من قصف البراميل ومن قصف القذائف التي دمرت بيوتهم وقتلت أحبابهم. لذلك يعني الحب والحرب، طبعا الحب والحرب أيضا متعلقان. بالضبط بالضبط. لا يمكن حتى في ممر آمن أنا كتبت عن الحب وممارسة الحب عند زوجين وعند عشيقين بالرغم من هذه الحرب الظالمة ومن هذه الحرب الضروس التي تجري على الأرض السورية. وكان هناك دائما حب ينعش وحب ينبت مثل وردة وسط الصقيع. نعم، أرى صديقتنا نجاة البكري الكاتبة التونسية التي خاضت تجربة في الحقيقة تجربة استثنائية يعني بنزولها في الأراضي المحتلة في فلسطين لمدة 20 سنة. عاشت هناك بعد اتفاق أوسلو، طبعا اضطرت إلى العودة مع زوجها الفلسطيني، وكتبت كتابها الجميل والمؤثر جدا الذي قرأته منذ أسبوع، ولي خطوات في فلسطين. وهي تقول من يعيش حربا لا يمكن أن يشفى منها، وهي طبعا عاشت ما عاشته غزة من قصف، وأيضا طبعا قلت أنها عاشت لمدة 20 سنة في الأراضي المحتلة، وهي تجربة استثنائية في الحقيقة. عادة الفلسطينيون هم الذين يخرجون إلى البلدان الآمنة. فمع طبعا صديقتنا نجاة البكري كان العملية عكسية، أن تذهب تونسية إلى فلسطين وتعيش لمدة 20 سنة، مسألة استثنائية، وفي ظل ما كانت تعيشه طبعا غزة من قصف وغير ذلك. فنحيوها وهي معنا الآن تشاهد الحلقة. وفي في الأثناء لابد أن نستقبل أيضا مطربة المكتبة مريم فندري. مرحبا، أهلا وسهلا مريم. أهلا جون دوست، أهلا كمال، أهلا فريق المكتبة وكل محبي المكتبة. طبعا القصف، وصلنا إلى القصف، الطائرات فوق رؤوسنا، المروحيات، القنابل من كل مكان، هذا الصخب كله من هذه الحرب التي تأتي من نصوص جون دوست. ماذا كيف يمكن أن نعالجها غناء وطربا؟ نعالجها بقصف من الحنجرة الذهبية لمريم.
في الحقيقة أنا اليوم في حالة حداد، وأنتم ذكرتم صحيح المصعد في حادثة طريفة، ولكن للأسف. أنا أحب أن البارحة أشهد عن الدكتور الذي سقط توفي من زميلي في حادثة مصعد، فالأغنية التي سأغنيها هي مرثية حزينة تروي زمن الحرب. هي فوندو لصليحة يا خيل سالم، ترثي فيه حبيبها سالم الذي عاد جثة من الحرب. نعم باشر روحتو لي يا خيل سالم، باش روحتو لي، روحتو لي وبان وجوه اتقابلوا قولولي يا سالم، باش ليا جيتو وش قولكم في في الذي خليته سالم على العقاب، يا عصيته يا سالم، يوم البرازيله إذا أسفن على حولي، يا سالم، ما ذر كلمة عني دايم على جاي، إجوادي غني مصعب فراقك يا عزيز عليا، مقابيس نارك ما بغوا يطفوني، يا سالم ويا خيل سالم، باش روحتولي، روحتولي وبنا وجوه اتقابلوا قولولي يا سالم. شكرا مريم، ورحم الله طبعا الجراح التونسي الشاب. يعني جون دوست، ونحن نتحدث عن هذا الزمن الكوروني، أنت كتبت يومياتك هذه التجربة المهمة في، وهناك من يقول يعني، وبعضهم من الأصدقاء ربما يتابعون الآن يتحدثون، أريد أن أسألك في موضوع مهم جدا وأنا في الحقيقة منشغل به، وهو مسألة الحينية أو مسألة القرب من الحدث. وهناك من يعتبر أن الأحداث لا يمكن أن نتناولها إلا بعد فترة، عندما نفهم ما حدث هناك مسافة ربما لا يجب أن تكون. ودخلت في سجال في الحقيقة منذ مدة مع صديقي الروائي محمد عيسى المؤدب، والذي يعتبر أن الكتابة عن الكورونا مثلا الآن تعتبر وكأنها تسرع، مثلما الكتابة عن الثورة
وكان رأيي مختلفا تماما، أن هناك أجناسا أدبية يمكن أن تكون محايثة للحدث إذا طال، خاصة نحن الآن وكأننا نعيش سنة من الكورونا، والكاتب ليس من المنتظر منه أن يخترع لقاحا أو يخرج بنتيجة طبية، إنما عندما يكتب هو يكتب عن هذه كيف يعيش حياته في هذا الوضع. وإذا وضع أيضا الرواية في هذه المناخات فليس بالضرورة أن نحاكم الرواية وعلى خلفيتها وعلى محيطها. أنا أعتقد أنه الكتابة يمكن أن تكون في أي وقت، المسألة متعلقة بقدرة الكاتب، هل قادر أن يكتب أو لا يكتب، لأنه يمكن أن يبقى طول حياته ولا يستطيع أن يكتب رواية مناخاتها ما حدث من انتفاضات في العالم العربي، أو تجربة مر بها في صباه. إذن المسألة تتعلق بقدرة الكاتب في أن يخلق عملا إبداعيا أدبيا من أي شيء، نحن نخلق من العدم، فما بالك إذا كنا حدثا نعيشه. فكيف ترد يعني على، وأنت خضت هذه التجربة في كتابة اليوميات وذهبت بها بعيدا، هذه اليوميات المتميزة طبعا والتي تشرفت بالكتابة عنها. شكرا كمال، وأشكرك على مقالك الجميل طبعا الذي نشر في موقع الجزيرة نت، وأشكر قبل أن أنسى مريم على هذا الصوت والأداء الجميل، وطبعا حزننا على الطبيب الجراح الذي وقع من المصعد. للأسف الشديد هذه أمور تحدث كثيرا طبعا في البلاد التي لا يهتم فيها تهتم فيها السلطات أو الإدارات صحيح. بأبنائها، هذا موضوع آخر. لكن موضوعنا الكتابة في زمن الحدث، أنا ضد هذه المقولة التي تقول لننتظر أنا جان دوست، أنا لا أنتظر أن تنتهي حرب كوباني لأكتب عن حرب كوباني. أنا صحيح. سأموت بعد 20 سنة وبعد 15 سنة وإلى لا أدري متى، والدليل هذا لكنني العمل الجميل نعم أنا سأكتب عن كوباني لأنني شاهد، أكتب كشاهد. بوريس باسترناك كتب دكتور زيفاغو وهو في صح. الاتحاد السوفيتي، هل كان سينتظر سقوط الاتحاد السوفيتي ليكتب عن مخازي ستالين مثلا؟ هل كان على جورج أورويل أن ينتظر إلى حد البريسترويكا ليكتب عام 1984؟ نحن شهود على ما يجري، ونحن الروائيون والكتاب في هذا العصر يجب أن نلتقط، نبذ الواقع الحدث، نكتب عنه. ربما تكون الأدوات الروائية أو الأساليب أو أنماط السرد التي نكتب بها غير مقنعة، لكننا نكتب شهادات، هذه الشهادات ستنفع في المستقبل، ستنفع روائيي المستقبل صحيح. ليكتبوا وليبنوا عليها. لذلك نعم صديقنا يعني علاء الدين صعيدي من باريس يقول أن كوباني هي رواية توثيقية بامتياز، يعني هي توثق نعم جانبا توثيقية، هي توثيقية. لو لم أكتبها بهذا الشكل نعم لكان من الصعب أن يكتبها روائي يأتي بعد 50 عام، لأنه لا يعرف كوباني، لا يعرف حاراتها، لا يعرف دهاليزها، لا يعرف أسرار هذه المدينة الصغيرة على الحدود التركية. لذلك أنا أعترض على هؤلاء الناس الذين يقولون علينا أن ننتظر لتختمر الفكرة أو ليمضي وقت وزمن. من صحيح. يكتب عن الثورة التونسية الآن؟ من يكتب عن ثورة الياسمين في تونس؟ عن سقوط نظام بن علي؟ أنت شاهد يا كمال، وغيرك من الزملاء من الكتاب التونسيين شهدوا نبض الجمهور، شهدوا ما يهتف به الجمهور، وهؤلاء سيكتبون. صعب جدا أن يأتي روائي تونسي بعد 50 سنة وبعد 100 سنة يكتب عن ثورة الياسمين.
يكتب عن مظاهرات تونس في شارع بورقيبة وفي غيرها من الأماكن، صعب جدا. ربما يكتب روايات تنتمي إلى مدارس نقدية قوية وجيدة، لكنه لن يكتب بصدق كمال الرياحي وبصدق باقي الروائيين التونسيين. نعم، ننتقل إلى إسمهان. إسمهان، سؤالك الثاني. أباغتهم. جندب أي ضاغطني كمان. من طبعا من الأقلية الكردية وتكتب عنها كثيرا، طبعا هي حاضرة في كتاباتك، لكنك تكتب أيضا عن أقليات أخرى، تكتب عن المسيحيين الشرقيين مثلا، كتبت عنهم في عشيق المترجم، في مارتين السعيد، وأنا قرأت في مقدمة لروايتك كوبانيا الفاجعة والربع، تمهيدا أثيرت فيها مسألة ربما تحليل نفسي، لماذا يهتم جان دوس بالأقليات سواء كانت كردية أو غيرها. وتساءل الكاتب المقدم إن كان هناك من سيحاول أن يحلل جان دوس نفسيا، فأنا أردت أن أحاول الليلة وأن أسألك، لأنني قرأت شيئا عن كتبه عالم نفس فرنسي موسكوفيسي، سيرج موسكوفيسي، وهو يقول نحن، هو تخصص في الأقليات النشطة وكتب عنها نفسية الأقليات النشطة كتابا بعنوان نفسية الأقليات النشطة، ويقول نحن الآن نتحول من عصر الأغلبية حيث يبدو أن كل شيء يعتمد على رغبات أكبر عدد إلى عصر الأقلية، حيث أن إصرار قلة من الأفراد من مجموعات قليلة يبدو كافيا لإنشاء حدث ولتحديد مسار الأمور. هل هناك شيء في لا وعي أو في وعي جان دوس يدفعه مثل هذا، يدفعه للكتابة بهذه الطريقة الشاملة عن الأقليات؟ طبعا اللاوعي، شكرا اسمهان، اللاوعي عندي مدخن بصور وبخيالات قاسية جدا عن اضطهاد الأقليات، لأقول هذا الكلام عن اضطهاد الشعوب. طبعا عندما نقول الأقليات ربما بعض زملائي أو بعض إخوتي الأكراد يزعلون ويقولون لماذا نحن أقلية، نحن شعب، نحن كذا إلى آخره. هذا لا نختلف فيه، الأقلية هي مجموعة بشرية تعيش في منطقة يحكمها ناس من غيرها. نعم. أنا كابن أقلية في سوريا عاينت الاضطهاد، لمسته شخصيا، لذلك خيالي ولا وعي أدخن بهذه الصور، بصور القمع وبصور الاضطهاد. تصوري أنني أخبئ قاموس أو أخبئ ديوان شعر باللغة الكردية تحت الأرض خوفا من الرقيب وخوفا من البوليس، أخبئها تحت الأرض لأنها فقط باللغة الكردية، ليس لأنها سياسية، ليس لأنها ضد السلطة، ليس لأنها أي شيء آخر. وليس في سوريا فقط، بل في تركيا أيضا، إلى الآن في تركيا اللغة الكردية لغة غير معترف بها رسميا، مع أن عدد الكرد في تركيا أكثر من 20 مليون نسمة، أكبر قومية في العالم مضطهدة هي القومية الكردية، وأكبر أقلية هي الأقلية الكردية في تركيا، لا يعترف بلغتها، ليس هناك تلفزيونات، طبعا هناك تلفزيون رسمي لكن هو الآن بعد ربما من 10 سنوات هو تلفزيون ينطق بلسان الحكومة وموجه ضد يعني موجه سياسيا، لكن ليس هناك انفتاح على الكرد سواء في سوريا أو في العراق القديم طبعا أو في إيران أو في تركيا. لذلك اللاوعي عندي لاوعي مشبع بهذه الأمور، ويظهر في حالة الكتابة الواعية في الرواية. عندما أكتب رواية كل ما تراكم في اللاوعي، كل هذه الصور، كل هذه مثلا التعذيب الذي لقيته، أنا رأيت ناس يعذبون وأنا دخلت
السجن واعتقلت لمدة قصيرة جدا جدا، يعني لا تكاد تذكر، لأنني أخجل من أن أذكر اعتقالي أمام اعتقال ناس آخرين دام سنوات طويلة. كل هذه الأمور دفعتني إلى أن أبحث لماذا أنا مضطهد، ما ذنبي، يعني ما هو الذنب الذي ارتكبه جان دوست ليتم اضطهاده بهذه الطريقة. فلم أجد سببا مقنعا سوى أنه قدر، أن قدري أن أكون كرديا في دولة عروبية، في دولة يعتمد نظامها على أن كل السكان هم عرب بغض النظر عن أصولهم القومية. أنا في هويتي وفي جواز سفري كان مكتوب عربي سوري. أنا لم أكن عربيا ولست عربيا، لكنني أحب اللغة العربية، أحب الثقافة العربية، أخوض في الثقافة العربية، وأحب العرب وقضايا العرب، لكنني لست عربيا، فلماذا يفرض علي أن أكون عربيا؟ كل هذه الأمور هي دفعت جان دوست ليكتب ما يكتبه ولينشر ما ينشره له. نعم، جون دوست، كنا نتحدث قبل البرنامج، نتحدث عن لغة من الكردية، هي اللغة لو تذكرني بها التي كتبت بها أعمالك هذه التي ما زالت عندي إلى الآن. طبعا أنا نعم. أتيمم بها، يعني لا أستطيع قراءتها لأنها باللغة الكردية الناطقة باللاتينية هذه. نعم. ماذا تسمى هذه اللغة؟ هذه اللغة الكرمانجية الشمالية. نحن عندنا كرمانجية شمالية وسطى وجنوبية، ثلاث لهجات أساسية. هذه تعتبر من اللغات المحاصرة أيضا في تركيا بالضبط. نعم، وجزء طبعا. أتمنى أن أجد أعمالك بهذه اللغة كمال، وأعمال باقي أصدقائي. نعم، هناك الكثير من يتابعنا، الأصدقاء الذين يتابعوننا. أذكر أننا في حلقة خاصة مع الروائي الكردي السوري المقيم بألمانيا جون دوست. جون دوست شاعر وروائي ومترجم كبير في الحقيقة، نقل لنا الثقافة الكردية، ربما سنتوغل قليلا بعد ذلك في عالمه في الترجمة، وينقل من الكردية إلى العربية والعكس، من العربية إلى الكردية. هناك الكثير من الأسئلة الأخرى من جيهان سامي أبو خلف، تسأل ما الذي يريده الإنسان من وجوده، متى يكتفي من شروره. تقول هناك سي علاء الدين الصعيدي، جون دوست الجندي وأمام المسجد وأمام الجمعة كما أراد له أباه، لكنه تخلص من كل هذا ليكتب شعرا وقصصا ورواية وترجمة. تحيات من حسام برقاوي، أيضا نجاة بكري ذكرنا، سارة بربوشي، أيضا بشير جرجلي يتابعنا، أيضا صديقنا سعيد المهيري من الإمارات يحيينا، وأنا شخصيا أشكره لأنه أمن لي بعض الأعمال التي قدمتها اليوم في أول الحصة، وهذا صديقي السري يعني الذي لا أريد لم أريد أن أذكر اسمه حتى لا يبتز من زملاء الكتاب لكي يرسل لهم كتبا، لأنه أنقذني من معرض القاهرة، معرض الشارقة، وكنت أحتاج بعض الكتب، فأشكره هنا على المباشر وأمام هذه الآلاف المؤلفة من المتابعين. طارق الطيب صديقنا الروائي السوداني طبعا يتابعنا من فيينا أيضا، وصلاح بن عياد الكاتب المترجم والشاعر أيضا يتابعنا، بسام وريمي والعديد العديد من عواطف زراد وغيرهم. أذكر أن أسئلتكم التي طرحتموها سيجيب عنها جون دوست في آخر الحلقة، وانتظرونا إذن، تابعونا حتى يجيب جون دوست على تلك الأسئلة المهمة جدا. ننتقل إلى هيثم مع السؤال الآخر من هيثم معوش إلى جون دوست.
مرحبا مرة أخرى كمال. فعلا سؤالي في المحور الثاني، محور الأقليات، وأنا أجهز هذا السؤال ربما أحالني إلى سؤال آخر. يبدو أنني لا أستطيع أن أتخلص من ملهمة كوباني. كوباني نعم ألهمتني دائما وأرجع، لكن دعني أعود قليلا. سعيد بيران، جون دوست. سعيد بيران هو قائد الثورة الكردية في عشرينات القرن الماضي، وهو ربما قائد الأقليات. وجدناه بطلا في رواية 3 خطوات إلى المشنقة، ووجدناه أيضا في بداية رواية كوباني لتمهد لنا ظهور عائلة حمزيراك أو الحاج مسلم، وهي العائلة الكردية. ما جلبني أنها أيضا رغم كرديتها إلا أنها تمثل الأقلية داخل الأقلية، يعني دائما يطلقون عليها لقب المهاجر. يعني نعم السؤال الأول، ربما هذا السؤال الذي جاءني الآن، لكن هل يوجد أقليات داخل الأقليات عند الأكراد؟ ولو تحدثنا قليلا عن سعيد بيران، وهو أيضا قائد ثورة وقائد الأقليات في عند الأكراد، وهل تمثل سيرة هذا الرجل ربما سيرة شعب كامل؟ نعم شكرا هيثم على هذا السؤال. طبعا سؤالي لكمال، يعني ما فيش استراحات بالبرنامج هذا؟ في استراحة بعد قليل. أوكي. شكرا شكرا أجب عن هذا هيثم، السؤال وسأطلق سراحك كالاستراحة. شكرا. بالنسبة لسؤالك عزيزي هيثم، الشيخ سعيد بيران طبعا هو ضمير الأمة الكردية في بداية القرن العشرين. في 1925 قام بثورة ضد الجمهورية التركية وناضل في سبيل الحقوق الكردية، لأنه عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية كان من المفروض أن يحصل الكرد أيضا على حصة من تركة الرجل المريض الذي هو الإمبراطورية العثمانية. العرب أخذوا بلدانهم، وباقي الشعوب يعني الألبان والرومان والقبارصة إلى آخره، بقي الأكراد. الأكراد بقوا ضمن حدود الجمهورية التركية الوليدة بعد حرب أو بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. عندما طالب الكرد بحقوقهم سحقوا بشدة، لم يكن هناك مجال سوى أن يقود الحركة الكردية المطالبة بالاستقلال إلا أن يكون رجل دين. يعني في ذلك الزمن قبل 100 عام لم يكن هناك أحزاب كما هو معروف عندنا، كان هناك رجل الدين صاحب الطريقة النقشبندية مثل علي بن غذاهم صحيح، باي العربان، كما كتب صديقنا جمال جمال عنه الفلاسي رواية صديقنا طبعا باي الرواية. العربان. نفس الشيء، يعني الشيخ سعيد أراد أن نعم يقود الشعب الكردي صوب النصر وصوب تحقيق المطالب عبر الثورة مسلحة، لكن للأسف هزمت هذه الثورة وانتكست وجرى ما جرى كما هو معروف في التاريخ وفي صفحات روايتي 3 خطوات إلى المشنقة. أما عن سؤالك عن أقلية ضمن الأقلية، طبعا في كل مجتمع حتى في المجتمع التونسي ربما هناك حساسيات بين المدن، بين القبائل، بين العائلات. نحن في كوباني كان عندنا أقلية اسمها المهاجرون. المهاجرون لم يكن معروفا ما هي عشائرهم، لكنهم كانوا كردا، ومع ذلك حوصروا، المجتمع لم ينفتح عليهم. المجتمع الكردي المهاجرون الذين هربوا من بطش الحروب في تركيا ومن بطش كمال أتاتورك ومن بطش العثمانيين، هربوا ووصلوا سواء استقروا في عمودة وفي الدرباسية وفي كوباني وفي هذه المدن الشمالية، لكنهم بقوا على الهامش في المجتمع. نحن أيضا كنا عائلة جئنا من عمودة واستقررنا في كوباني، ومع ذلك لم يعترف بنا كعائلة كوبانية إلى الآن. يعني في عام 1945 جئنا إلى كوباني منذ أكثر من 75 سنة، لم يعترف بنا كعائلة كوبانية إلى الآن، 75 عام، تصور. يعني هذه هي مشاكل مجتمعاتنا التي العصية على الاندماج. نعم كمال، جميل. سأترك
جون دوست لحظات دقائق ويعود إلينا عندما يكون جاهزا ونواصل نحن البرنامج. إلى اللقاء، أشكرك نعود جدا. بعد قليل. إذن نواصل المكتبة، برنامج المكتبة. هناك الكثير من المتابعين يمكن في هذه الاستراحة أن أشير إلى بعض الملاحظات من أصدقائنا الذين يتفاعلون معنا. طبعا صلاح بن عياد يقول لي اذهب إلى سؤاله عن مسألة الحكايات الكردية والأساطير والملاحم، وخاصة ملحمة ميموزين. طبعا هذا العمل الذي ترجمه جون دوست ترجمة رائعة جدا. إذا كفانا الوقت، إذا أيضا إذا هناك ملاحظات كثيرة. عواطف زراد: إن الانتصار على أهواء النفس أصعب من فتح العالم بقوة السلاح، هكذا قال المهاتما غاندي. طبعا عواطف دائما يعني تحاول أن تشير أيضا إلى مسألة لا عنف، مبحثها الأساسي وكتابها الذي تحدث عن لا عنف في النضال السياسي. صلاح الدين حنان: تحياتي. طبعا تحيي جون دوست وفريق المكتبة. هناك الكثير من الملاحظات التي أراها من الأصدقاء. أرى شيراز حسني من الكويت تحيينا أيضا وتحيي مريم. زينب ستيتي، ابتسام كاشوري، طبعا كاشوري تتابعنا. زينب ستيتي كما قلت. هناك سلوى الراجدي صديقتنا المبدعة، وأيضا نعيمة همامي. هناك سؤال مهم في الحقيقة يصلنا من إبراهيم حسو، وعلى ما يبدو صديقنا كردي، لأنه أعتقد أن هذا اللقب كردي إذا صدقت يعني يحيي الجميع، ولكن يطرح سؤال مهم على جون دوست: متى عاد؟ وسؤال يقول: لماذا لم يغامر جون دوست في الكتابة باللغة الألمانية وهو مقيم في ألمانيا منذ سنوات طويلة وربما يكون مجهولا بالنسبة للقراء الألمان؟ عاد جون دوست، نعود. أهلا وسهلا جون دوست، إن شاء الله نورت. أنا بردت قليلا واضطريت أن توقعت ذلك، يعني البرد في ألمانيا عندنا برد كثير بصراحة. نعم، إحنا سعداء بأن نواصل هذا الحوار. يعني أسئلة كثيرة في الحقيقة تأتي متأخرة لأنه باب الأسئلة يعني أقفلناه، لكن سؤال قد يطرح وله مشروعية في الحقيقة. من إبراهيم حسو، لقب حسو كردي هذا؟ نعم نعم نعم، صديقي إبراهيم حسو مقيم في مدينتي. طيب، هو يسألك: لماذا لم تكتب ولم تغامر بالكتابة بالألمانية وأنت تقيم في ألمانيا منذ سنوات؟ لماذا تجيب؟ طبعا الألمانية لغة صعبة، ولا أعرف، ربما هو مارك توين الذي قال هذا الشيء: لا يكفي عمر الإنسان ليتعلم اللغة الألمانية، يعني العمر لا يكفي. أنا تعلمت الألمانية وأستطيع أن أقرأ بها وأن أتخاطب بها، لكن لا أستطيع أن أكتب بها روايات بصراحة. الصعبة هذه اللغة والكتابة بها. هناك ناس موهوبون وناس يكتبون بالألمانية ومغتربون يكتبون. رفيق شامي مثلاً كاتب سوري يكتب بالألمانية ومشهور في ألمانيا. فتاة كردية اشتهرت في الفترة الأخيرة، كاروش طه اسمها، عندها روايتان جميلتان، اشتهرت أيضا، قرأت آخر شيء روايتها. لكن أنا لا، أنا مجالي يعني كنت أكتب فقط باللغة الكردية. نعم.
وكنت أجيد اللغة العربية جدا دون أن أكتب بها الإبداع، الرواية أو الشعر. لكن في الفترة الأخيرة في عام 2011 بدأت، أو 2013 بدأت بالكتابة باللغة العربية. يعني لا أريد أن أتشتت كثيرا. الألمانية لغة صعبة علي، صعبة الكتابة، صعبة التعبير بها، صعب بالنسبة لي. لذلك أنا تركتها وأهملتها، ولا يعني ليس عندي خطة لكي أكتب بها. طيب، هناك أسئلة كثيرة في الحقيقة فيما يخص ترجمتك لميموزين. يعني نعم. هذه طبعا الحكاية الأسطورية وجزء من الثقافة الأساسية الكردية. لو تحدثنا قليلا عن هذا ميموزين قبل أن نعود إلى أسئلة فريق المكتبة. أوكي. ميموزين هو سفر الكرد الخالد، هو إنجيل الثورة الكردية، أسميه كذلك، أو قرآن الثورة الكردية. ميموزين هو الكتاب الذي وضع أسس للقومية الكردية وللشكوى الكردية ضد الظلم إلى آخره. ميموزين لم يكن ذلك الكتاب الذي ترجمه المرحوم محمد سعيد رمضان البوطي، للأسف الشديد ترجمه ترجمة منقوصة. وأنا وجدت أن من الواجب علي أن أترجم هذا الكتاب المهم جدا في تاريخ الثقافة الكردية إلى اللغة العربية ترجمة كاملة غير منقوصة. ترجمة المقدمة القومية، المقدمة الدينية الفلسفية، المقدمة التي يبرئ فيها الشاعر أحمد خاني إبليس من جرم عدم السجود، طبعا هذه مسألة عرفانية خاصة، صحيح. وترجمة مشاهد الجنس التي وردت في الرواية، طبعا عمرها أكثر من 300 عام. نعم. البوطي حذف هذه المشاهد الجنسية الإيروتيكية واعتبرها خادشة للحياء العام، لكن أنا كمترجم وجدت أن من الضروري أن أترجم كل ما ورد في هذا الكتاب الهام، لأنه ليس كتابا في الحب فقط كما صوره لنا الدكتور سعيد رمضان البوطي، هو كتاب في الفلسفة، في التصوف، في القومية، في أشياء كثيرة. لذلك أنا ترجمت، والحمد لله أنا أعتبر نفسي محظوظا أن هذا الكتاب لقي صداه، فصدرت منه أكثر من 7 8 طبعات عربية في مصر، في عمان، في دهوك، في إقليم كردستان، في الشام مرتين، وحتى هنا في ألمانيا. نعم، جميل. شاهين موجود وغير موجود، لا أدري إذا كان يسمعنا. لا أريد في الحقيقة أن أنهي هذه الحلقة قبل أن أسمع صوت شاهين. فليكتب فشاهين فليكتب لا، شاهين كتب لي السؤال، لكن أريد أن يكلمنا، نريد أن نسمع يحاول صوته، أن يدخل جايب من جهة نظارته آخر. وتشبه نظارتي. أنا في انتظار أنه نظارتي هذه. يتكلم فيختفي شاهين. وجميل، هو عنده حبكة خاصة في هذه الحلقة، يعني يظهر ويختفي. هناك رواية شهيرة لمحمد زفزاف اسمها الثعلب يظهر ويختفي. شاهين كائن لا يحتمل اختفاؤه. تمام. فللأسف عاد للاختفاء، لكن حضوره قوي. أنا سأطرح عليك السؤال، سؤال شاهين لكي تجيبه، ونكون كذا قد قدمنا شاهين. إذن شاهين يقول: لماذا يتم اعتبار الخوف منشأ للقطيعية؟ ويشير إلى يومياتك طبعا الكابوس الكوفيد. نعم، يقول: لماذا يتم اعتبار الخوف منشأ للقطيعية؟ أليس الخوف شعور إنساني طبيعي إزاء كل مجهول؟ وبالتالي ربما رد الفعل إزاء الخوف هي التي ستحدد أفراد القطيع أو شبهته بالغربان وتميزه عنهم مثل الصقور. ومثال ذلك أنك حولت خوفك إلى إبداع وجعلته كتابا يتحدث عن كتابك في اليوميات. هو سؤال مهم في الحقيقة، والله لماذا مهم. يعني الخوف من الخوف؟
مهم ومفاجئ يعني، لا يشبه شاهين، قلت أنه صغير وطفل. لا لا لا، هذا لا السؤال هو جميل جدا. هو شاهين فيلسوف المكتبة. نعم 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 شكرا شاهين، والله حبيبي شاهين هذا السؤال فعلا هام، والخوف في الحقيقة هو منشأ القطيعية. لماذا يتراص الإنسان، يجتمع الإنسان في حالة الخوف؟ ولذلك أنا قلت الدكتاتوريات تعمد إلى تخويف المجتمعات من عدو خارجي. تقول الدكتاتورية هناك عدو، لماذا؟ لكي تجعل هذا الناس، هؤلاء الناس وهذا الشعب مجرد قطيع يتبع الدكتاتور لأنه خائف. عندما ينتفي الخوف في المجتمعات ينتفي هناك أيضا طاعة الدكتاتور، تنتفي طاعة الدكتاتور وتنتفي ال تنتفي ينتفي اتباع الدكتاتور. طبعا في حالة كورونا كلنا خائفون، كلنا خائفون من عدو متربص بنا فور أن نخرج من الباب. لذلك يجب أن نجتمع أو نتكاتف أو نصبح أو يكون تكون المجتمعات أكثر تراصا مما قبل بسبب هذا العدو الوافد إلينا. طبعا يعني لكي لا أسهب، أنا أقول دائما الخوف هو سلاح، هو سلاح تستخدمه بعض الدول وبعض الدكتاتوريات لإخطاع المجتمعات غير الواعية. في هذه المجتمعات هناك استثناءات، المثقف يتغلب على الخوف، المثقف يتغلب على الخوف فيبتعد عن القطيع، يشكل لنفسه حيزا خاصا. لذلك أنا قلت الصقور تطير لوحدها، يعني طبعا نقلت عن سبينوزا وعن مثل ألماني، الصقور تطير لوحدها والغربان تطير في أسراب. الصقر لا يخاف من أحد، الصقر هو مالك حريته ومالك حياته، يصطاد لوحده، يطير في السماء لوحده، مملكته السماء. أما الغربان فهي تجتمع وباقي الطيور تجتمع في أسراب لأنها تخاف ولا تستطيع أن تؤمن قوت يومها لوحدها. جميل جميل جدا، وهذا سؤال فعلا عميق من عميق طبعا، أنا شاهين. كنت أود أن أجيب بشكل